السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه موروكو كار درايفر. الا كنتي اول مره كتفرج في القناه، قناه اختصاصيه في عالم السيارات، كنديروا لي تيست درايف، برنامج لي مينوت بروبريو اللي كيهضر على الناس باسيوني لي بروجي اللي الناس كيرستوريهم وكل شيء، وعاد برنامج اللي فيه المعلومات على السيارات. اليوم جبت لكم واحد البروجي ديال واحد الصديق ديالي اللي بدا صافي برسك واحد 2 سنين دابا ريستوراه، وغنخلي لكم التصويره باش تشوفوا كيفاش كان. هذه راه موديل 1983، عندها 37 عام، وتدونات في 1996، كلاس جي 250. الناس اللي عزيز عليهم لا ريستوراسيون خصهم يفهموا بان كتبدا بالكاروسري، لانتيريور، خصك تعري الطوموبيل كامله، تعاود ليها الخيوطه، لا ميكانيك، بزاف د الحاجات. غنحاول نديطايي لكم كاع هاد لي موديفيكاسيون اللي كيداروا لي ريستوراسيون. دوك نديرو واحد الطويره بالجي 250 موديل 1983، ومحركة تسوق شي 240. هي صراحه كان فيها في الاول الموطور ديال 240، وتبدل فيها الموطور ديال 250 دابا تيربو. راه ثقيله، كتحس براسك عالي، الطوموبيل قاسحة. أول حاجة غنبداو الطوموبيل بعدا باش بدات لا ريستوراسيون، تحيدوا لها كاع لي سياج القدام، كاع لو طوا كامل، تحيد هادشي باش تعاود الكابلاج ديالها، كابلاج كومبلي تعاود هادشي لي ديز كامل، لا صونو كلشي، راه فيها بوست بيونير. لي سياج اللي راكبين فيها تاهما تبدلوا، هادو لي سياج ديال جي ال ا باك اي ام جي، حتى لي طابي تاهما ديال جي ال ا باك اي ام جي، تعاودت لها لا بانتور كامله. و سي با فاسيل تعاود الطوموبيل تكون قدام، راه 37 عام عندها، راه ما ساهلاش، راه فيها الخدمه، وصعيب باش تريستوري الطوموبيل وتردها زعما جديده كيما الاول. هذا سي تري ديفيسيل في المغرب، مازال على برا، مي على برا داكشي ساكو تري تري شير. لي زامورتيسور ديال اللور هما كانوا تعاودوا هذوك لي بودان ديالهم حيت كانت كتلعب، دابا ولات قاسحه شويه. مي كلاس جي هي هكذا دايره، كتكون قاسحه، الباب ديالها قاسح، كلشي كتكون بلاندي. الموديفيكاسيون اللي داروا ليها لي فو افون ديال الموديل الجديد فيهم الليد، وداروا ليها حتى لي فو اريير حتى هما. لي جونت حتى هما تبدلوا، وداروا لهم لي بنو اوف رود. لي بنو اوف رود شويه تيكونوا غاليين. اول حاجه نعاود لكم، الطوموبيل تشرات في الاول ب 70000 درهم، وكاع هادشي اللي تخسر عليها تقريبا شي 70000 درهم بحال هكا. كما قلت لكم الموتور مركب واحد اخر، موتور فيه تيربو ديال الطاكسي، بحال الطاكسي مرسيدس 250. انا كنضرب هاد الحيط حيدو. مع الوقت كتولفها، في الاول انا ما سكتها، جاتني بيزار، مي دابا صافي عرفت ليها، عرفت ليها القوالب ديالها. لي بلاكيت دو فران هما تبدلوا، وكوتي تكنيك تبدل لها الرادياتور، دار لها رادياتور سور ميزور بنحاس اللي فيه ثلاثه ديال الجعابي. المهم هادو لي بروفيسيونيل ديال صحاب الطاكسي تيعرفوا هاد القضيه هادي، على حساب السخونيه وعلى حساب بزاف ديال الحاجات. لا كوندويت ديالها قاسحه، الفون كتحس به ثقيل، مازال خاصها شويه لي موديفيكاسيون. باغ اكزومبل خاصها لي زيلارجيسور، حيت لي بنو عراضين بزاف تيقيسو، والاربر اللي لتحت
مازال عنده واحد المشكل غيتقادمو، ما اعتادش تياخذ الوقت بزاف. السيد اللي كان تيريستوري ضربات 2 خصو صافي الطوموبيل تخرجها بعدا واحد شويه وتعاود عاوتاني هذاك الشيء اللي بقى خاصه يتقاد، وهادشي كياخذ الوقت كما قلت لكم بزاف. وفي المغرب ما كاينش كراج سبيسياليزي كتحط فيه الطوموبيل كيقاد لك كلشي، يعني خصك دير الطوموبيل من الطوليي للميكانيك، دوز على شي واحد كيدير لي زاكسيسوار باغ اكزومبل ولا الطابيسيي. يعني ما الا كان كراج واحد صافا كوتي شير، واللي غايقول لك نشد لك الطوموبيل غيطلب لك الثمن راه فريمون هادشي سابخون دو طون، الطوموبيل كتكون قديمه. هي راه لا بويسونس ما كايناش بزاف حيت ديزا كلاس جي ثقيقله ويني عنده واحد الحلاوه ديالها في السوكان. هاد الموديلات ديال كلاس جي ممكنين الموديلات القدام ومن موراها اللي خرجوا عندهم بريسك لو ميم ستيل حتى لهاد الموديل الجديد. يعني باغ اكزومبل موديل 2000 تقدر تركب ليها كاع لي بياس ديال الموديل 2000 حتى 2014 جو بونس. هاد الموديل هذا اوتونتيك، ملي كطابي النيميرو دو شاسي كيعطيك كلاس جي 250 فيها. يسولني على لافينيات 1500 درهم في لافينيات. كلاس جي من خرجات من لي كونكورون ديالها هي ديفندر عند رونج روفر. مرسيدس كلاس جي اللي تلونسات في 1979 اللي كانت واقيلا فيكول ميليتير، ابري ولات مع لي فيكول 4x4، ودابا مع الوقت ولات ان فيكول دو لوكس اللي مرسيدس ما كناش متوقعين غتولي بحال هكا. ولات واحد الرامز ديال روبوستيس، عرفتي الباب ديالها قاصح وثقيل، وحتى البوبليسيتي ديالها اللي كيداروا دائما على لا روبوستيس اللي فيها. من موراها خرجوا بزاف ديال لي موديل، هذيك 6x6 ولا حتى هي كدوز في لي بريباراسيون، تيشدوها لي سوسيتي كيديروا لي بريباراسيون مرسيدس، كيخرجوا دي موديل بزاف فيها. ولات اون ايكون ديال لا ريشيس، ملي كتسوق الطوموبيل كتحس براسك فين ما بالك اي بلاصه تطلع، حتى واحد ما يكون حتى واحد ما يقدر يجي قدامك، كتحس بها قاصحه. الا ضربات شي طوموبيل تقسمها. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه، اول حلقه كنجيب شي طوموبيل ديال واحد البروبريتور كنبريزونتيها بوحدي. المهم البروبيتور يكون عارف احسن مني، كاين الناس اللي ما تيبغيوش يبانوا في لي فيديو. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، قربنا ل 40000 مشترك، ومن غنوصل 40000 غنديروا واحد القرعه وغيكونوا فيها بزاف ديال لي كادو. المهم بقاو متبعينا، غيكونوا دي كادو غيعجبكم ويكون عندهم علاقه بالسيارات. وتنشكركم بزاف.